مع بداية اللقاء، بداية سخنة للنصر، كرة منقولة، محاولة، عدت ضربة داخل منطقة الجزاء، في ضربة بالنسبة للرائد مع البداية، الزيلعي يلعبها داخل منطقة الجزاء، تحولت بالراس، خطيرة، الله الله يا نصر، الله يا عنتر، الله الله الله، ما أجملها من بداية، ما أروعها من بداية، فارس نجم يبدأ في بداية العد يا مترانا، فارس نجد يبدأ العد الحقيقي الآن في ملعب بريدة، هدف مبكر وهدف ثمين، عنتر يحيى الجزائري صوبها في التسعين مع البداية الأولى، تصويبة قوية قوية قوية، ما تمكن معاها الكسار، هدف أول مع دقائق أولى بس على دقيقة اثنين من شوط المباراة الأول، عنتر يحيى يشعلها منذ البداية. اللاعب الجزائري يلعب كرة منقولة للأمام، محاولة دخول، السهلاوي سيطر، مر السهلاوي، انطلق السهلاوي، بينو أخذ كرة على الطرف الأيسر، محاولة من بينو يمر من الأول، يحاول يراوغ، تباطأ، صوب، الله يا كبير يا بينو، يا أيها العازف الكبير، أيها الموسيقار الجديد، أيها الفاتح لمترانا، أيها العازف لمترانا، المدرب النصراوي على فرحة جديدة، هل يكتب نصر جديد مع المدرب الكولومبي؟ أخذها بالمهارة، هذا اللاعب لابد أن يبقى للنصر لأنه علامة فارقة ومميزة، صوب على الزاوية البعيدة، لا يفعلها إلا الكبار، لأن نظرة الكبار نظرة عالمية، هدف على العالم العالمي بنظرة عالمية، بهدف كبير وهدف جميل جدا، من الأهداف اللي تصبح مدرسة لتدرس، من الأهداف التي تعطى في قابوس كرة القدم، من الأهداف بعد وجود ماتورانا المدرب الكولومبي، هدفين للنصر لا شيء للرائد، مباراة قد تكون في العصر والنصر يعشق مباريات العصر، كرة منقولة، محاولة للجزائري لسجل الهدف الأول، كرة منقولة، محاولة لخم الجزاء بالرأس، الله الله يا نصر، الله الله الله، يعود بقوة نصر، ثلاث حروف ومن خلف عشرات الألوف، نصر فقط ثلاث حروف وثلاث أهداف للنصر، ومن خلفه الألوف، من خلف المدرجات ومن خلف الشاشات التي تعلق تعشق اللون الأصفر، ثلاث أهداف نصراوية مستحقة بكل اللغات، باللغة الكولومبية، باللغة العربية، باللغة الفرنسية، كل اللغات تتحدث عن كرة جميلة جدا، عنتر يحيى سجل كرة وصنع كرة وتقاسموها الثلاثة، عنتر بينو والسهلاوي يسجل هدفه السادس، كل الأهداف أنتوا لاحظتوا في شوط المباراة الأول من طرف واحد، كرة منقولة، عبدو برناوي بصدره استلام سليم أخذها خوان بينو، بينو مرر ملعوبة، ريان نقل كرة على الطرف الأيمن، الآن النصر بالطول وبالعرض يفرض إيقاعه، يبرر، هدف رابع، هدف رابع، يا جول للنصر، النون نصر العالمية، والصاد صبر الجماهير الوفية، والراء رباعية اكملت فبريدة اليوم، رباعية اكملت للنصر فبريدة، ثلاث حروف بأجمل الجمل، بأفضل الكلمات، بأجمل الألحان، وبأبسط الطرق، وبأسهل الطرق، لمسها لمسة وغير اتجاهها، ريان بلال سلم عليها خلاها، راحت من الزيلعي، التمريرة والصناعة للزيلعي، والتمريرة، أربعة أهداف قاسية على الرائد، وكان النصر قاسي في هذه الجمعة، قاسي على الرائد بالأربعة، بأربعة أهداف، والنصر يقول قابلة دار، وضاعت كرة ثمينة للنصر، كان ممكن تكون خامسة على مستوى المباراة، ويكون هدف هاتريك، كرة منقولة، جول، جول للرائد،
ضيعها السهلاوي، لكن الجيزاني ما يضيعها، لكن الجيزاني ما يضيعها. الهداف الثاني اللي رد على كرة السهلاوي في مقابل هدف أول، ومع دقائق 59 من عمر المباراة يسجل الجيزاني في تمريرة اخترق الدفاع، مر بالمهارة أخذها براسه، هدف أول. 4 أهداف مقابل هدف واحد في مباراة جميلة، في مباراة مثيرة. عاد أكيد اللي خلف الشاشات يقول لك كل ما قربت النتيجة كل ما كانت المباراة أجمل، والبعض يقول لك كرة